طيب حاليا هذا بحر 82 هذا الحرف وهنا حثرة وهذه الطينة. اليوم حنا حنجلب في حثرة زي كذا، ما هو حرف ولا هو طينة، لا هذه اللي في النص هنا موجودة، هنشتغل عليها إن شاء الله. ما شاء الله تبارك الله، والله زمان على الجلب والله. الله معايا هنا ما شاء الله تبارك الله، ابو احلى جلبينك جلبينك اليوم، ما في جيكينج اليوم. ها يلا ابو احمد، يلا ما شاء الله تبارك الله، حب التمييز هذا. ايش توقعاتك كذا؟ نحب التوقعات يعني. والله قاعد يرد. ايه لا بس هذا كذا شكله كذا ما هو الذيابه، شكله هذا ابو شفه صفرة. انتبه حولتك حايا حايا والله كبير الصلع النبي. ارجع ورا ارجع ورا كذا، ارفعها لي خلينا نصورها. والله حايا ذي ما فيها مزح. لا ما تخاف قوي قلبك ابو احمد. عفا عليك ابو احمد. ايوه بس انا ما امسكها حتى لو ميتة ذي. نبغى الله الله ما نبغى والله. والله اكلتها مره منها ابو العلي. شوف الشوكه هذه خطيره صح. ما يحتاج. هذه اسمها قحايا. هذا الشوك حقه شوف. بس هذا الحجم ترى ملكي. اي كبيره ما شاء الله. هذه حقت فرن صراحه. تسويها في الفرن يا احمد تدعي لي ان شاء الله. يلا بسم الله، هو الحوت اليوم ان شاء الله. عاش الجلب. عاش التمغيط. لا انت بعيد مره ما راح يجيبك في الليل، انسى الجو برو في الليل ما راح يلقط لك الصوره. جاي والله. بس رخي رخي خيطك بس فكني. خلي ما شاء الله. انا قلت شكلي والله نسيت الجلب ولي فتره، لي فتره طويله يا بناي. روح تعال من هنا ابو احمد، تعال قدام اسحب. طب جلب ايش بده يروح عليك؟ ما شاء الله الصلاة على النبي ما شاء الله تبارك الله. ايوه هذا اللي احنا نبغاه، احنا جايين على احنا جايين عشانه اليوم ما شاء الله. يلا بسم الله الحمد لله. وقف الدق ساعة. يلا بدأ يرجع الحمد لله. اليوم المد مرة قوي صراحة. لكن الحمد لله. ما شاء الله. أيوه. هذا العصمودي. هذا عايز أموت، هذا حلو صراحة. ما شاء الله تبارك الله. الصلاة على النبي، ما شاء الله تبارك الله. ايش الحلاوة هذه؟ زين والله زين ان شاء الله تبارك الله. هذه اسمها عيسموت، ما هي مرة كثير موجودة في البحر صراحة، لكن من ألذ الأسماك ومن أحلاها صراحة. هذا شنو الحوتة؟ سبحان الله غريبة مرة. خذ الوجه ها. تفرد تفرد شكلها ضيراك. انتبه الكاميرا ترى مين ثابت. اقول لك هنايا كبار يا رب. ما معي مصفر ذي كل هذه دقيقة بس. ما شاء الله تبارك الله، والله حجم شراء والو قمع بدنا اوريكم اياه. ما شاء الله تبارك الله، هذا كناية سنانه كيف حادة. هذه لذيذة في الأكل والله، صيادية ممتازة. يلا الحمد لله. ممكن هاي أحسن من الأكل. جرب العوادي. الله بحر 22. يا رب يا كريم. آخر طرحة يا أبو أحمد يلا. ورانا سريع. خلاص ورانا دوامات. أخذ طلعة خفافة دي وساعتين ثلاثة. غير فيها جو. أيوه الحمد لله. والله استأنسنا صراحة. طبعا. شفتك ولا استأنست؟ لا لطيف شوف. الحمد لله صدنا صد طيب. اي والله الحمد لله، اللهم لك الحمد. هو ما شغلت الكاميرا ما شاء الله دق. واصلا والله اني انا مشغل الكاميرا اني قبل شوي كنت اسجل اتكلم والكاميرا مقفله. خلاص وصلنا صراحه نبغى ننام. على العموم نشوفكم ان شاء الله على خير. وادري والله يعني الفيديو حيكون صغير صراحة. المد بهذلنا والله العظيم. لكن طلع حلو، غيرنا فيها جو الحمد لله، انبسطنا. يعني لو جات سمكة واحدة يدق ويفك هذا صراحة، لكن اليوم اللاعب تعبان صراحة حقنا.
المهم انه نزلنا حلقه للجلب عشان الحبايب اللي زعلانين مننا ليش ما تنزل حلقه جلب، هذه هي نزلناها تتعوض ان شاء الله في الحلقات الثانيه. ما بقول لهم ادوني لايك تفتدوني الله يديكم العافيه، لانه عارف صراحه انه الحلقه شويه ضعيفه صراحه حسيت فيها، لكن ان شاء الله ان شاء الله تتعوض ان شاء الله في الحلقات الثانيه باذن الله. نشوفكم ان شاء الله على خير، استودع عليكم الله، في امان الله، مع السلامه. والله قلت مع السلامه وجات سمكه حلوه ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله، والله اني قفلت الحلقه لكن يلا ها جات الحمد لله. يا رب يا رب عوض 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 اخي يا رب يا رب ان شاء الله ما يقطع ان شاء الله. ما ادري ايش يا ابو احمد، صلاة على النبي ما شاء الله. قرش؟ لا لا ما ابغى هذا قرش لعيونكم، حرج بحر والله ما حصلنا الا قرش. ما في الا قرش يا عيال. قاعد مسوي مجنون، عارف ما يتحرك، عارف حركاته هذا الابله. اعطيني اصورك. غبي بهدلني. اح ضرب راسك يا غبي. اخي رجع البحر ابو احمد. يلا يلا مره. شعورك انت؟ شعورها برجع البيت على طول. الله الحمد لله. نشوفكم ان شاء الله على خير. جنة الله. في امان الله. مع السلامه. يلا.